سيادة المستشار الاقتصادي أحمد خزيم، كنت عايز أعرف من حضرتك تأثير زيادة الجمارك على أكتر من 600 سلعة، هل تأثير إيجابي فعلا هينمي الصناعات عندنا هنا في مصر، ولا تأثير سلبي بحرمان المصريين من سلع اتعودوا عليها وهي فعلا سلع أساسية في حياتهم؟ فإيه قصة زيادة أسعار الجمارك؟ لا، هي القصة باختصار شديد هي نظر إليها في اتخاذ القرار من زاوية واحدة، هي السياسة المالية والنقدية وتعرض الاحتياطي القومي المصري لحالة من الانهيار لعدم وجود إيرادات بالعملة الصعبة. هذه الزاوية اللي تم بها اتخاذ، واحنا كنا بالنادي بترشيد عملية الاستيراد، ولكن ان احنا عندنا فارق بين الوارد والصادر، احنا بنصدر بحوالي 22 ل 25 مليار دولار وبنستورد فوق ال 70 مليار دولار، فيها نسب من السلع اللي يعني بنقول عليها استفزازية. لكن في الاخر هو لما خد القرار، خد القرار من هذه الزاوية نتيجة تآكل الاحتياط القومي وارتفاع سعر الدولار، انما كان من باب اولى بنقول الاقتصاد يجب ان تكون عبارة عن حزمة اقتصادية. انا المفروض النهاردة اذا كنت وده انا موافق عليه انك تمنع الاستيراد، لكن كان يجب ان يسبقه ان انا اوفر المنتج المحلي، اوفر له الدعم، اوفر له التشريعات اللي تخليه مؤهل. انا ما عنديش قواعد انتاج، انا ليه وصلت لهذا الكم من الاستيراد وما بصدرش حاجة؟ فهي المفترض ان النهاردة انت كده قفلت من بره على مجموعة السلع اللي قلنا عليها، ده كلام كويس، لكن في الاخر هل انت وفرت البديل؟ لا، ما وفرتش البديل، لان ما فيش الصناعة الوطنية المصرية. هم يدعوا انه يقول لك انه لحماية الصناعة الوطنية، انت لم تأخذ هذا القرار لحماية المنتجات، انت خدته نتيجة يعني ما تعرضت اليه من العملة الصعبة وموقف الاحتياطي وموقف الدولار. انما لو كنت تأخذ هذا القرار كمسؤول من زاوية حماية الصناعة الوطنية، ما هي التشريعات اللي خرجت لحماية الصناعات الوطنية؟ احنا عندنا مصانع قافلة، طب ما احنا لو كنا قلنا من الاول 100 مبادرة لفتح هذه المصانع. عندنا كم مصنع مقفول؟ عندنا النهاردة ما بين العاشر من رمضان و 6 اكتوبر، وما بين منشأة متوسطة ومنشأة صغيرة ومنشأة يعني متناهية الصغر، بتطلع انتاج يتجاوز العدد 5000 مصنع، كلها واقفة على مسألة ضريبية، مسألة بعض التعثر مع البنوك، مع التأمينات، مع الأحوال بتاعة الدفاع المدني وهكذا، اللي هو بنقول عليها سلسلة الموظفين التقليديين اللي هم ممكن يتحبسوا. ده قلنا نعمله مبادرة، ده يحللك، يقللك نسبة الوارد، يمتصلك عمالة، يحافظلك على منتج يطلع، يعمل قوة شرائية إضافية، لأن أزمتنا باختصار هي مضاعفة الناتج القومي المحلي المصري من 2.2 تريليون إلى 4، لأن يقاس الدين العام للناتج المصري، يقاس العجز في الموازنة للناتج المصري، كل شيء يقاس إلى الناتج المصري. إذا عملنا الناتج القومي المصري ضاعفناه إلى الضعف، هيبقى النهاردة بدل ما بنقول إن إحنا عندنا الديون اللي هي بقت 2 تريليون وشوية، دي قد 100% من الناتج القومي زي أزمة اليونان، هتبقى 50%، المعدل الطبيعي 60% الأقساط في العالم. باختصار شديد الخطوة صحيحة كانت لو من داخل حزمة من القوانين، منها قانون العمل، منها قانون المنافسة الاحتكارية، وهو مين المستوردين اللي في مصر؟ والدولة تعلم تماما تزاوج الثروة والسلطة، مين المستوردين اللي في مصر؟ مين الاحتكاريين اللي في مصر؟ ما تقدم قانون المنافسة الاحتكارية عدله، تمام؟ ما تقدم قانون هامش الربح 25% ماكسيموم وبعد كده يجرب. دي المشكلة، 25% صافي ربح لأي منتج بيباع داخل مصر، ليه أنت سايب ده؟ ده قانون صغير من 8 فقرات من 8 مواد، سهل جدا، وبعد كده تجرم بالقانون. يبقى انت حددت من ده، من الوساطة، من حتى انت بتتكلم في حزمة الأسعار اللي بتعملها وزارة التموين، والقصة اللي عاملة زي مائدة الرحمن. لا، دي قواعد انتاج متوقفة بفعل فاعل، منظومة تمويل، منظومة تنمية مستدامة، منظومة قيمة مضافة، منظومة ان انا ما صدرش خامة، منظومة ان انا عندي 30 او 28 مليون في سن العمل، مجموعة من الأشياء ما بتتخدش بهذا الشكل. وبالتالي هذا القرار وإن كان في ظاهره صحيح لصالح العجز الدائم في الميزان بتاعنا التجاري، اللي هو بينقلب طول الوقت إلى وارداتي أكثر من صادراتي مرتين، وده بيحمل لي تآكل طول الوقت في الاحتياط القومي وبيؤثر على قيمة العملة، لكن هذا لا يمنع أبدا أنه في الآخر يؤدي لارتفاع الأسعار، لأنك في الآخر هتخلي المنافس المصري بدون جودة محتكر في ظل أنت بتعمل خدمة مدنية بتحاول تقلل فيه هذا الرقم الضخم
لموظفي الدوله من ال 218 اللي هي المرتبات اللي بتروح في سلسله رف يعني ماسكه بعضها. وبالتالي ظاهر هذا القانون مهم، ان احنا قلنا طالبنا كذا مره بالحد من استيراد السلع السفهيه، لكن لو فيها سلع بتدخل بتؤثر على المنتج المصري، لو عندي منتج بديل ما عنديش مشكله، ما عنديش منتج بديل يبقى هتزيد الاسعار وهتحس بيها الناس. شكرا حضرتك، شكرا جزيلا.